السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى مع أحد سيارات الشركة اليابانية العريقة ميتسوبيشي، وهنستعرض في الفيديو ده السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019. هنستعرض المواصفات والإمكانيات والسعر. ما تنساش لو عجبك الفيديو وحسيت إن أنا أضفت لك معلومة جديدة تدوس لايك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، لأن الفترة اللي جاية هننزل فيديوهات كتير جدا إن شاء الله عن كل السيارات الجديدة موديل 2020 ومفاجآت تانية كتير. نبدأ على بركة الله. السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 هي سيارة متعددة الاستخدامات، مدمجة تتسع لسبع ركاب. تم تقديمها لأول مرة في السوق العالمي سنة 2017، وهي أصلا موجهة خصيصا للأسواق الآسيوية. في مصر نزلت بمحرك أمامي بنزين 1500 سي سي من أربع سلندرات بقوة 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة. ويعمل المحرك بالحقن المتعدد للوقود مع تحكم إلكتروني ومتصل بناء الحركة أوتوماتيك من أربع سرعات بدفع أمامي. مصممة لمزج التصميم المرتفع لسيارات الدفع الرباعي مع عملية السيارات الفان، ليها مظهر جريء، وبعد نزولها السوق المصري بشكلها سبب ردود فعل قوية جدا، لأن بصراحة شكلها غريب شوية، تحس إنها نازلة من فيلم خيال علمي، وهي فعلا شبه المركبات الفضائية. السيارة جديدة من ميتسوبيشي، جاءت بتصميم جريء وعصري يجمع ما بين مواصفات الفان سباعية المقاعد مع خلوص أرضي مرتفع زي سيارات الكروسوفر. مقدمة السيارة مستوحاة من نماذج ميتسوبيشي الاختبارية الأخيرة، حيث المصابيح الأفقية المرتفعة والمدمجة مع الشبكة الأمامية ومصابيح الضباب الأمامية. بالنسبة للمقصورة، هنلاقي عجلة القيادة فيها ثلاث أزرع ومن الجلد الطبيعي، وتطعيمات من الخشب، وده بيدي فخامة للسيارة. كما تضم الفان سباعية المقاعد مساحة داخلية واسعة جدا، بالإضافة إلى وفرة من أماكن التخزين بما في ذلك 16 حامل للأكواب. مش فاهم ليه. ليها شاشة عرض للمعلومات والترفيه مع بلوتوث وإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت. بدأت مبيعاتها تتصاعد يوم بعد يوم، حيث تتمتع إكسباندر بأبعاد جيدة، ويبلغ طولها 4 متر 47 سنتي، وعرضها متر 75 سنتي، وارتفاعها متر 70 سنتي، بالإضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ 2 متر 77 سنتي. أما عن الخلوص الأرضي، إكسباندر 20 سنتيمتر، واللي بيخليها مناسبة للسير في الطرق المصرية ومش هتحك في أي مطبات. تقدم ميتسوبيشي إكسباندر للسوق المصري بفئتين، الأولى بيزلاين جي ال اكس، ودي بسعر 370 ألف جنيه. أما الفئة الثانية الأعلى تجهيزا الهايلاين جي ال اس، فتتوفر بسعر 395 ألف جنيه. علشان نعرف الفرق في الإمكانيات بين جي ال اكس والجي ال اس لازم ندخل في التفاصيل. أولا بالنسبة للمحرك والأداء، سعة المحرك 1500 سي سي للفئتين. نظام الصبابات شغال بنظام الدي او اتش سي 16 صباب 4 سلندر، الاثنين 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة. العزم الأقصى 141 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة للفئتين. نظام الدفع الأمامي، السرعة القصوى للفئتين 200 كيلومتر في الساعة، التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 13.8 من الثانية. متوسط استهلاك الوقود 5 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة. نظام حقن الوقود متعدد النقاط، سعة خزان الوقود 45 لتر، درجة نقاء الوقود 90 أوكتان. نقل الحركة أوتوماتيك من أربع سرعات، جنوطها جنوط سبور 16 بوصة. مقاس الإطارات 16x185x65. وبالنسبة للفئة الجي ال اس الأعلى تجهيزا 16x205x55.
اقل نص قطر للدوران 5.2 متر، سعه الشنطه الخلفيه 220 لتر في الفئتين، ووزن السياره فارغه 1780 كيلو جرام في الفئتين. بالنسبه لنظام التعليق والفرامل، نظام التعليق الامامي في الفئتين ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي تورشن بيم، نوع الفرامل الاماميه ديسك، ونوع الفرامل الخلفية درام. بالنسبة لأنظمة الأمان في الفئتين، قفل مركزي للأبواب سنتر لوك موجود في الفئتين، وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي في الفئتين، قفل تلقائي للأبواب الخلفية لسلامة الأطفال موجود في الفئتين، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام ايزوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال، نظام الحماية ضد السرقة إيموبلايزر، إضاءة نهارية مستمرة LED في الفئتين، المفتاح الذكي الموجود في الفئة الثانية GLS، إمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح في الفئة الثانية. بالنسبة لأنظمة القيادة، التحكم بنظام الترفيهي لعجلة القيادة موجود في الفئة الثانية، الفئة الأولى والثانية فيهم راديو FM ومشغل MP3، مخارج USB في الفئتين، 4 سماعات في الفئتين، بلوتوث في الفئتين الأولى والثانية. بالنسبة للكماليات الخارجية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية موجودة في الفئتين، إضاءة هالوزين موجودة في الفئتين، إضاءة أمامية أوتوماتيك موجودة في الفئتين. بالنسبة للإضاءة الترحيبية أو إضاءة العودة للمنزل زي سيارات المرسيدس موجود في الفئة الثانية GLS، نظام إضاءة التوقف في الفئتين، حساس الأمطار والمرايات الجانبية في الفئتين، طي المرايات كهربيا في الفئة الثانية. بالنسبة لعجلة القيادة من الجلد في الفئة الثانية، إمكانية طي مقاعد الأمامية في الفئتين، مقابض الأبواب الداخلية من الكروم في الفئة الثانية GLS، عدادات بخلفية داكنة في الفئة الثانية، شاشة عرض معلومات ملونة في الفئة الثانية، مخارج كهرباء 12 فولت في الفئتين، فتح وغلق تلقائي لنافذة السائق في الفئتين. وأخيرا بالنسبة للرأي الشخصي، بالنسبة للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2019، العربية محترمة جدا ومساحتها الداخلية كبيرة جدا وتسع لأسرة مكونة من 7 أفراد بشنطهم بكل سهولة وراحة، وموتورها 1500 سي سي، صغير شوية على حجم العربية، بس لو حسبناها هندسيا هنلاقي أن الصانع الياباني الذكي خلى صندوق التروس أوتوماتيك من 4 سرعات بس، علشان كل غيار ياخد حقه، وبكده العربية هتحرق على الغيار لأن الجير بوكس الأوتوماتيك هينقل عند عدد لفات أكبر للموتور، وبكده هيجيب العزم والقدرة الأقصى اللي هو 141 نيوتن متر و103 حصان، يعني من الآخر هتسحب بنفس قوة السيارات مرتفعة السي سي، ولكن مع توفير في الوقود. العربية أصلا مش مجهزة إنها تبقى عربية سباق، ولكن هي عربية بتشيل أسرة كبيرة. العربية استوفت كل شروط السلامة والأمان، وفيها كل أنظمة مساعدة السائق ومساعدة الفرامل، مليانة كماليات ومصنعة من خامات عالية الجودة. وأخيرا أتمنى يكون الفيديو مفيد، وتمنياتي لكم بالصحة والسعادة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.